سلام حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حبايبي يزن شاف قطه على الانترنت، طبعا حاطين الموقع ونحن هلا راح نروح على الموقع نشوف القطه ونجيبها ونصور لكم كل شيء ونختار مع بعض القطط، لانه في عندهم اكثر من وحده، فراح نشوف شو اللي راح نختاره. خليكم معنا، طبعا راح نجيب لهم نحن بيت والعاب واكيد هيك، يعني راح نجيب لهم وراح نطلع نجيب لهم شويه اشياء. خليكم معنا ويلا نطلع. يلا وصلنا على بيت الجماعة. طبعا نشوف القطط، راح نفوت ونختار. خليكم معنا، يمكن نقدر نصور جوا، يمكن ما يسمحوا لنا، ما بعرف، راح نشوف شو بصير معنا. يا جماعة جايين نشتري قطة وعدة، صار شهد بده وعدة وأمير بده وعدة ويزن بده وعدة. شوفوا شو عمل هيك محلون اخوي تنتن. هاي يا جماعة، هاي هاي اخوي، هاي وهاي هاي اخوه. انا ما فهمت عليه اقسم بالله. المهم انه في تنتين اخوه وفي وحده من ام ثانيه، يعني مطلعه ابوها. لا عن جد تنتين خوات، انتاي وذكر، هذول الحمر اخوه، انتاي وذكر، وهديك البيضه، هاي ذكر، وهاي انتاي ام عيون زرق. هاي شايفينه ما شاء الله تبارك الله. هاي راح تكون لي يا جماعه، فراح ناخذهم ونشوف اذا بنلحق هلا نجيب اغراض لهم، وتعرفوا معدات القطط وهيك شغلات. خرجوز بكره اذا ما لحقنا للصبح، فخليكم مع الفيديو وبالبيت بنكمل. اوكي يلا يلا يا جماعه. شهد عم تقول لي بتتحاول تغامر بحياتها وتحاول انه تتعود على القطط وتشيلها، فحطت مخدتين، بدها شيء جدار واطي. هدي 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 ليه؟ لا بابا حطه، بس خليك ماسكه بس. بعدها بعدها هاي اهدى، هاي اهدى وحده، هاي اهدى وحده، هاي كثير، هذول مشكلتي. بس حط ايدك، حط ايدك كمان، هات ايدك. طب 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 عم تطلع علي، بدي تطلع علي، شكلي هيك. راح انوم لي اياها تنوم تغطاطيسي سوائل. طيب 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 تغطاطيسي مغناطيس هي، خليها هيك مغناطيس. طب مسكها مسكها لك. لا بس وحده خلاص، يلا امسكي، حط ايدك وعندك. لك شبه يا لك. لا لك لا لا ان شاء الله. يلا يلا على البيت بنكمل شباب. وهيك وصلنا يا جماعة الخير على البيت. طبعا جبنا ثلاثة مستغربين شوي عم يشمشموا، راح فرجيكم كيف تصرفاته. هذا الأول، هذا أول واحد. هون هون الكاميرا. انا عجبني اكثر شيء بصراحه هذا، تقولي انتو اي واحد عجبك، اي عجبك هذا راح اخذه له. لا وين اثنين هذول؟ ليك ليك هنيك تحت في واحد. اوكي طبعا هذا ما اخذه، هذول الثاني، بس الثالث نزل تحت القناة. حط الثالث جنب بعض، خذ لهم صورة. هون بده يلعب هذا، متحمس. طبعا يا جماعة هاي وهاي، هذول الاثنين أنثى وأخوات، وهذا هذول الاثنين أخوات، وهذا ذكر لحاله. هذا ذكر ولا أنثى؟ لا عفوا بنت. انسى واي الذكر هان؟ هاي انسى وهاي انسى وهذاك فحل. اوكي طبعا ركبناهم هدول شو اسمه؟ مشان يعني اذا ضاعوا نسمع صوتهم. صباح الخير يا جماعه. هلا رايحين، وصلنا على بياع محل اغراض القطط وهيك شغلات.
شامبويات وتعرفوا إلهم قصصهم. وطبعا نحن ما حسنا نصور لكم بالليل وما كان في ولا مسكرين محل اصلا، فهلا رح نفوت على محل ونشوف ننقي شوية اغراض فرجيكم شو هن. يلا مع بعض. يلا بس شو اسمه اللي عنا؟ انه احنا عنا بس ثلاثة. وشو اسمه؟ اثنين للأكل وواحد للحليب. انت جيب هذا للأكل القطط، لأكل القطط. هذا بس اخضر ازرق. ايه ازرق. هذا البيض والحليب. ايه بس احنا تبعتنا بنت. دقيقة يبنا بنت هدي. بس جاء بدي هيك تكون حلوة. انا هدي يابا. هلا وصلنا يا جماعة، خلينا نفوت لجوا فرجيكم شو جبنا للقطط. طبعا اشياء كثير حلوة. رح يستغربوا هني هلا اشياء غريبة بدها تفوت لعندهم على الغرفة. خلينا نفوت شلون ردت فعلهم ويلا. بالدور. ايوه بالدور. حليبات بالدور. هذا بتعرف شو هذا؟ هذا تطلي. تطلي هذا مثل الحلو. تحلاي. هذا تحلاي بعد الاكل. ايه؟ وهذا الشامبو تبعهم. هذا يا جماعه هذا الشامبو وهذا التحلاي. وشو كمان؟ هذا عطر. هذا عطر. هذا اذا ضاعت يعني للبس البيضة. اذا ضاعت خبت تحت الكنباية وما لقيتها. وهذا مجرود ومشاطة تبعتهم لتشيل الشعر. ايه مشاطة. وهذا شو هذا؟ انا ما هذا شوربة بعد على الاكل بتحط لهم. مسكفه مثل لا شوربة. شوربة شوربة يعني مع الاكل. مع الاكل بتخلط لهم اياه. شايفين؟ وهي يا جماعة طبعا بتزرع كمان دبدوب. هذا دبدوب مشان يلعبوا فيه. وهي طابة. وشو كمان؟ هلا هاي الحمام هون. هاي الرمل مشان الحمام. وهاي مسلم عليكم شباب. هاي اتركها اتركها امير نزلها. هاي يا جماعة فرجين. هاي هاي مشان يلعبوا فيها. هاي مشان يلعبوا فيها هيك.
واحد عجبكم اكثر والاسماء راح نثبت الاسماء اللي راح نختاره باول كومنت. تمام، بنشوفكم فيديو جديد والسلام.